معالم فصل الخريف بدأت تظهر حوالينا، يا ترى فينا نعتبرها هيدا بداية لإعلان انتهاء فصل الصيف؟ هيدا اللي رح يخبرنا عنه أكثر الأستاذ ماهر حسن مدير مركز الباسل للأرصاد الجوية ويطلعنا على أحوال الطقس. يسعد صباحك أستاذ ماهر. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أكيد كلنا عم نشوف هيدي البرودة الحلوة والنسمات العليلة اللي بتعلن عن بداية فصل الخريف، يا ترى أحوال الطقس من عندكم كأرصاد جوية عن 24 ساعة القادمة؟ نعم، حاليا أجواء خريفية مستقرة خلال 72 ساعة القادمة مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهارا لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية، والجو مائل للبرودة ليلا ويكون مستقرا وصحوا بشكل عام، وذلك بسبب امتداد مقدمة مرتفع جوي في طبقات الجو المتوسطة والعليا. نعم. رياح خفيفة شمالية غربية نهارا تنقلب إلى شمالية شرقية ليلا، والبحر خفيف ارتفاع الموج غدا وبعد غد أيضا، لا تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة واستقرار بالطقس بشكل عام. نعم. لا أمطار يعني مرتقبة؟ لا نهائيا حاليا ما في. لا نعم. لا نهائيا. الرطوبة النسبية من 35 إلى 80%، ودرجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الساحلية عظمى 29 صغرى 21، المنطقة الجنوبية عظمى 31 وصغرى 20، المنطقة الوسطى عظمى 31 وصغرى 18، المنطقة الشمالية عظمى 34 وصغرى 17، والمنطقة الشرقية عظمى 34 وصغرى 21. نعم. يعني بشكل عام طقس مستقر حتى نهاية الأسبوع مع فروقات حرارية بين الليل والنهار، لذلك نرجو توخي الحذر بالنسبة لهذه الفروقات الحرارية. صحيح. وخاصة أثناء الليل يعني عم يصير برد نوعا ما يعني بشكل نسبي، لذلك نتمنى ارتداء بالنسبة للباس ارتداء ما هو مناسب ليلا. نعم، أكيد بدي أتشكرك على هيدي النصيحة أستاذ ماهر، وأتشكرك على تواصلك الدائم معنا وأطلعنا على أحوال الطقس، وبدي أقول لك يسعد صباحك، إن شاء الله نهار جميل لإلك. يا أهلا وسهلا، يسعد صباحك. شكرا كثير لإلك.